السلام عليكم. لم تكن الحكومة تواجه الميليشيا في تجاوز تحدي الملف الاقتصادي، بل واجهت المجتمع الدولي ومؤسساته المالية التي اقترحت إبقاء البنك المركزي والإدارة النقدية تحت هيمنة الانقلابيين بدعوى أن البنك سيحتفظ باستقلاليته. لم يحدث أن تمتع البنك المركزي بأي استقلالية مالية، وكل ما حدث هو أن الانقلابيين استثمروا التدفق المستمر للموارد من محافظات البلاد في تأمين موازنة استثنائية لحربهم على الدولة. لم يكتفوا بذلك، فاتخذوا قرارات متعسفة بحق قطاع واسع من موظفي الدولة من الذين نوؤوهم، فتعرض أولئك لإيقاف مرتباتهم بل والفصل الكامل من وظائفهم، إلى حد أدام نفوذ الميليشيا وهيمنتها على اليمنيين. ما إن عادت الحكومة إلى عدم بصورة نهائية في أوائل شهر يونيو الماضي، حتى بدأت بطرح موضوع إنهاء الهدنة الاقتصادية واستهجانها وخوض جولات من النقاش مع ممثلي الدول الكبرى والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة إعادة سيادة الحكومة الشرعية على البنك المركزي والتزامها بتأمين كافة احتياجات المحافظات بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين. جهود مضنية بذلت وانتهت بالفشل، إلى أن قرر رئيس الوزراء البدء باتخاذ خطوات من شأنها أن تبقي موارد المحافظات المحررة تحت تصرف الحكومة. نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني للوقوف على التطورات المتصلة بجهود الحكومة الرامية إلى استعادة سيطرتها على الموارد المالية. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا، ولكن بعد أن نتابع تقرير الزميل ياسين تميمي. الأخوة الوزراء والمحافظون، قررت الحكومة أخيرا وضع حد للهدنة الاقتصادية، قرار يبدو أنه يمضي قدما باتجاه حسم الملف الاقتصادي الذي ألحق ضررا بالغا بأداء الحكومة وأضعف دورها على الساحة الوطنية وقلل من مصداقية الإنجازات المهمة في المناطق المحررة. يمضي رئيس الوزراء بحسم واضح في إنفاذ سياسة إنهاء الهدنة عبر سلسلة من اللقاءات التي يجريها مع مسؤولي المؤسسات المالية في المناطق المحررة. جهود رئيس الحكومة لقيت صدى في محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، والتي تتمتع بإيرادات متنامية. لكن توجيهات الأخيرة لمحافظ المحافظة عكست على ما يبدو حالة من عدم الاتساق مع توجهات الحكومة، ما دفع بوزير المالية إلى إبطال توجيه للمحافظ للمكاتب التنفيذية والخدمية والمالية في حضرموت بتوريد الأموال إلى حساب خاص بالمحافظة في البنك الأهلي بالمخلى. ينظر المراقبون بقدر كبير من الأمل إلى الخطوة الحكومية التي ستقلص من حجم الموارد المالية التي تتدفق إلى البنك المركزي في صنعاء وتوفر دخلا يتم إنفاقه على المجهود الحربي وعلى المغامرة الانقلابية، محققا تفوقا نوعيا للانقلابيين يعود إلى تفردهم بإدارة المالية العامة وبالهيمنة على أهم قطاع سيادي في الدولة. تحديات كثيرة لا تزال تقف أمام خطط الحكومة للسيطرة على الموارد المالية والبدء في جني ثمار خطوة إنهاء الهدنة الاقتصادية وتأمين الاحتياجات الأساسية للتشغيل واستمرار قطاع الخدمات في العمل لصالح مواطني المحافظات المحررة. أبرز هذه التحديات الشحة المسجلة في السيولة النقدية لدى البنوك والتي وعد رئيس الحكومة بحلها قريباً، خطوة بالاتجاه الصحيح بانتظار تفاعل أكثر من جانب التحالف العربي الذي يبدو أنه يتحكم بقرار استئناف تصدير مادتي النفط والغاز الطبيعي المسال، واللذين يشكلان أهم سلعتين سياديتين للتصدير وللعائدات النقدية بالعملة الصعبة. إذا مشاهدينا الكرام، نرحب بداية بضيفنا الأول، الضيف الرئيس الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي. أستاذ محمد، إذا ما بدأنا بعملية تقييم شاملة للملف الاقتصادي خلال الفترة الماضية، هل مثلت سيطرة الميليشيا على المركز المالي أبرز علامات هذا الملف وأبرز عوائق التحرك في هذا الملف من قبل الحكومة؟ أستاذ محمد؟ أستاذ محمد، هل تسمعني؟ أستاذ محمد الجماعي؟ إذن يبدو أن الاتصال، أستاذ محمد معنا؟ نعم. أهلا بك أستاذ محمد. إذا يعني كنا نتحدث أو كنت أسألك عن، إذا ما قيمنا المرحلة الماضية من الناحية الاقتصادية، ما هي أبرز علامات هذه المرحلة وما أبرز مواطن
الضعف التي شابت أداء الحكومة خلالها وما تسبب في ذلك؟ يبدو أن هناك خلل ما من مصدر هذا الاتصال. إذا مشاهدينا الكرام، يتحدث الكثيرين على أن ما يجري اقتصاديا في البلاد هو مسلسل قد ينتهي بعجز كبير في موازنة الدولة، قد يؤدي إلى عدم قدرتها وعدم توفر السيولة النقدية التي تقدر من خلالها الدولة على يعني دفع مرتبات المواطنين. لهذا أو لهذا الملف تحديدا، ملف الاقتصاد، ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ شرف الفودعي، مستشار وزارة المالية من الرياض. مساء الخير أستاذ شرف. مساء الخير وعافية أخي الكريم. أهلا بكم أستاذ شرف، حدثنا أكثر عن الأداء الاقتصادي للدولة في المناطق المحررة، البداية من عدن وحضرموت، كيف قيمت هذا الأداء بشكل عام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا، وتحياتي لك ولمشاهديك الكرام الكريم. وعندي تصحيح فقط فيما يخص الصفة والعمل، فأنا مستشار وزير المالية ولست مستشار وزارة المالية. نعم. هذه النقطة الأولى. أنا أيضا أقيم الآن في مكة المكرمة ولست في الرياض. تمام. أيضا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا حقيقة من خلال برنامجكم قبل أن أبدأ الحديث في ما يخص موضوع الأداء الاقتصادي للحكومة الشرعية في إطار المحافظات المحررة. أنا أنادي وأناشد الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء والأخ وزير الصحة وكل الناس المهتمين بقضايا جرحى محافظة تعز، إلى الآن يعني يعانوا الأمرين. هذه على يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يخص موضوع الأداء الاقتصادي للحكومة الشرعية في المناطق المحررة، الحقيقة خلينا بس نختصر الأمور شوية كذا. الأداء الاقتصادي للحكومة الشرعية في إطار المحافظات المحررة كلام كبير جدا، ودور الدفع الاقتصادي كبير جدا، لكن خلينا نقول فقط ما هو دور الحكومة الشرعية في تحصيل الموارد وإنفاق النفقات الضرورية والهامة والتي تهم الكثير من الناس. نعم. أنا أقول لك أخي الكريم، الحقيقة أنه هناك عوائق ومشاكل كبيرة جدا تواجه الحكومة الشرعية، على الرغم من وجود الأخ رئيس الوزراء دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في محافظة عدن، وهو من الرجال المشهودين لهم الحقيقة بالكفاءة والنزاهة والقدرات والإمكانيات، ولكن ماذا يستطيع أن يفعل رئيس الوزراء في ظل إمكانيات شحيحة جدا وظروف صعبة جدا، أمنية وسياسية واقتصادية ومن كل النواحي. في النواحي الاقتصادية سيدي الكريم، أو فيما يخص تحصيل الإيرادات، على الرغم من أن الأخ رئيس الوزراء أصدر قرار بعد اجتماع مع المستشاري في محافظة عدن ورجالات الاقتصاد في محافظة عدن، وقرر أنه لا يمكن أن يكون هناك يعني توريد الإيرادات إلى البنك المركزي الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. تمام. وبدعم من هكذا يعني وبدعم من المؤسسات الاقتصادية الدولية. طبعا المؤسسات الاقتصادية الدولية تقريبا هي مفروض معروفة عندنا وعند الجميع، ومن وراء هذه المؤسسات الاقتصادية ومن وراء الحوثي وعفاش فيما يخص الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي وكل شيء. على أي حال، الأخ رئيس الوزراء اتخذ قرار، وقرار حقيقة هام وحاسم في سبيل الانتقال التدريجي أو نزع مخالب الحوثي وعفاش في الجوانب. طيب، هذا القرار محافظات المحطرة، أستاذ شرف، لكن ما مدى وما إمكانية تنفيذ مثل هذا القرار في هذه النقطة تحديدا أستاذ شرف؟ من هو المعني بتنفيذ هذا القرار؟ هل السلطة المحلية أم الحكومة؟ الحقيقة أنا أقول لك، شوف، السلطة المحلية هي أداة للحكومة،
ولكن في الأساس يجب أن ننتبه إلى أن هناك يجب ألا يكون هناك إلا حساب واحد لحساب الحكومة العام، لأن حساب الحكومة العام يعني السيادة، سيادة الدولة على أراضيها، سيادة الدولة على أراضيها بالكامل. فإذا كان هناك حسابات مستقلة لكل محافظة، هذا معناه أن كل محافظة مستقلة، وهذا خطأ فاحش، وهذا ما تداركه الأخ وزير المالية في قراره الجديد، ووجه الأخ محافظ محافظة حضرموت بعدم توريد الإيرادات إلى حساب خاص بالمحافظة. طيب هذه الخطوة اقتصاديا، هذه الخطوة أستاذ شرف، المحافظات المحررة إلى حساب واحد يسمى حساب الحكومة العام، فرع مثلا عدن أو حضرموت أو ما شاءت الحكومة، لأن هذا الحساب من خلاله سيتم توريد موارد الدولة بالكامل وإنفاق النفقات كاملة من هذا الحساب فقط لكل المحافظات المحررة. وإن كان أنا طبعا لي بعض الملاحظات، ولكن هذه خطوة أيضا طيبة جدا في الاتجاه الصحيح، أنه الموارد غير موارد النفط الحقيقة أنها موارد شحيحة ومحدودة، ولا يمكن أن تغطي نفقات واحتياجات المناطق المحررة، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح الحقيقة. طيب يعني إذا ما تحدثنا عن خطوة تحويل محافظ حضرموت الإيرادات إلى حساب البنك الأهلي أو إلى حساب المحافظة في البنك الأهلي، ماذا شكلت هذه الخطوة من خطورة إذا ما أوضحت للسادة المتابعين؟ هذه خطورة على السيادة الوطنية، هذه لا يمكن أن يكون فيها مفصلة. العملة والجواز، جوازات السفر و حساب الحكومة العام، هذه نوع من السيادة الوطنية. إذا امتلكتها أي محافظة من المحافظات مع ذلك أنها تريد أن تستقل بذاتها، وهذا ما يمكن أن تسقط عنه الحكومة الشرعية. نعم. طيب الآن في حال ما يعني تم العمل وفقا للتوجيه الجديد لوزير المالية بوقف هذا القرار الذي قام به محافظ حضرموت، هناك كما تفضلت أنت شحة في الموارد الاقتصادية أو المالية للبلاد، خاصة إذا ما تجاوزنا مسألة بيع المشتقات النفطية وما شابه. كيف يمكن لملمة الوضع الاقتصادي في ظل عدم وجود شركات نفطية عاملة وعدم بيع حتى المخزون النفطي الموجود في البلد؟ والله سيدي الكريم، شوف هناك يعني عدة إجراءات ممكن أن تتخذ، يعني منها أولا يجب أن يتم الضغط على المؤسسات الدولية الداعمة للحوثيين وعفاش للسيطرة على البنك المركزي في صنعاء بأن يحولوا نفقات المحافظات المحررة، يعني بناء على الاتفاق الذي حصل بينهم وبين هذه المنظمات، بين الحوثيين وهذه المنظمات بحيادية البنك المركزي. فيجب أن يتم الضغط على هذه المنظمات بإلزام الحوثيين بتحويل على الأقل المرتبات والأجور لموظفي الدولة في إطار هذه المحافظات المحررة. ثم بقية النفقات يمكن أن تتم عبر بقية الإيرادات، وإن كانت ستكون شحيحة، لكن ممكن أن يعني يتم تغطية بعض المصروفات الضرورية منها. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة أن الحكومة الشرعية أنها يعني توجه نداء إلى كل المانحين، إلى كل إلى دول التحالف، إلى بدعمها، لأنه واضح أن الحوثيين حقيقة يعني لا يريدون مثل ما هم، لا يريدوا أن يسلموا بشرعية الدولة، لا يريدوا أن يحولوا نفقات ومصروفات ومرتبات الناس في المحافظات المحررة. نعم. إذن أشكرك مستشار وزير المالية الأستاذ شرف الفودعي، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى ضيفنا الأستاذ محمد الجماعي الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا، مساء النور.
أهلا بك أستاذ محمد. يعني كنت قد سألتك عن تقييمك للمرحلة الاقتصادية بشكل عام، لو أعطيتنا هذا التقييم بشكل سريع. أولا يعني أريد أن أناشد سريعا وبكلمتين مثل ما بدأ الأستاذ شرف الفودعي في موضوع جرحى تعز، موضوع هام جدا، ونقاشه لابد أن يكون في بداية كل نقاش. بالعودة إلى الوضع الاقتصادي في البلد، حاولت الحكومة الشرعية وعقلاء كثيرون في البنك المركزي وسلطات الانقلاب التي هي موجودة في صنعاء أن يحافظوا على ما يمكن الحفاظ عليه من اتزان واستقرار البلد من الناحية الاقتصادية، سواء من ناحية صرف العملة أو من ناحية الحفاظ على يعني كثير من الأبواب والبنود في الموازنة العامة للدولة، مع بقاء الميليشيات وبقاء الحرب مثل ما هي عليه في كثير من محافظات اليمن، إلا أن العملة شهدت استقرارا ما فترة من الزمن، حتى إذا بدأ الحوثيون وميليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بقرصنة هذا النظام المالي ويعني الابتعاد به كثيرا من تغطية نفقات واحتياجات المواطنين وموظفي الدولة وكثير من الأبواب في الموازنة العامة للدولة لتحويله إلى جيوبهم، والبحث عن فرص كثيرة للفيد من البنك المركزي سواء تحت مسمى المجهود الحربي سواء تحت مسمى وزارة الدفاع. كل هذه الإجراءات التي حصلت والتدخلات والسياسات المالية التي يعني قام بها هؤلاء الذين يسيطرون على البنك المركزي رغم تحذيرات محمد بن همام وتحذيرات كثير من الاقتصاديين أن البلد سيتعرض لأسوأ مما تعرض له من ناحية العسكرية. هذا الموضوع هو الذي صبغ الحالة الاقتصادية لليمن طيلة الفترة السابقة، استقرار نسبي ثم بعد ذلك انهيار وصل إلى ما وصل إليه الآن. طيب، هناك حديث عن شحة الموارد المالية للدولة إذا ما استثنينا الجانب بيع المشتقات النفطية، وهذا الأمر لربما من الحساسية بمكان، لنسأل عن ما سبب عدم قدرة الحكومة على استثمار جانب بيع المشتقات النفطية إلى الآن في المناطق المحررة أقصد. نعم، هناك يعني أشار الأستاذ الخبير الاقتصادي ضيفك على الهاتف من مكة إلى موضوع مهم، وهو عدم جر الإيرادات العامة للدولة إلى يعني أقاليم معينة أو إلى محافظات معينة وعدم اعتبارها ملكا لهذه المحافظة أو تلك. الاقتصاد ما يزال اقتصاد البلد بأكمله، ورغم ما جرى من حرب ورغم ما جرى من سفك للدماء، إلا أن الاقتصاديون وخبراء المال أشادوا بالتجربة وقالوا لابد أن يظل البنك المركزي محايدا. لذلك استغلال يعني حاول الرئيس هادي في فترة من الفترات بيع 3 ملايين برميل من النفط الذي هو ما يزال موجودا في حضرموت عبر ميناء الضبة، لكنه وجه بانتقادات كثيرة من الاقتصاديين لأن ذلك سوف يسبب بعدم وصول الأموال إلى صنعاء، وبالتالي ستنقطع الكثير من الرواتب سواء عن حضرموت عن صنعاء عن عدن عن كثير من المدن. لا يستطيع أحد أن يتصرف في هذا الموضوع إلا وفق منظومة كاملة يعني مشرف عليها الحكومة والبنك المركزي وكذلك التحالف، لأن المسألة والقضية الاقتصادية في اليمن متشابكة إلى حد كبير. الغاز يخرج من مارب ويصدر من الحديدة، مارب محررة والحديدة بيد الحوثيين، والمال سيعود عبر البنك المركزي، والبنك المركزي يحتاج إلى بنود صرف وفقا لما صممه النظام السابق برئاسة علي عبد الله صالح وحلفائه والتجار وزبانية السوق السوداء. لذلك لم تحن الفرصة للحكومة لكي تثبت على قدميها. هناك خذلان نعترف به جميعا، خذلان دولي سواء من التحالف أو من غيره لهذه الحكومة، لدرجة أنها تعرضت للإحراجات في كثير من الأحيان عندما تأتي الأموال من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع من صنعاء عبر الطائرات أو عبر وسائل النقل العادية إلى البنك المركزي في عدن أو غيره. هذه يعني ينظر إليها من ناحية المواطنين على أنها هزيمة في حق الحكومة
أن تنتظر الأموال من هناك. هل توجد حلول أم لا توجد؟ هناك كثير من الاقتصاديين يقولون أن بإمكان الحكومة تمويل الأموال إلى بنك خارجي وعمل وحدة اقتصادية وحدة خارجية لتسهل من معاملات الحكومة وتيسر للرئيس وللحكومة الصرف منها وفقا للبنود المقررة. نعم. لكن حتى الآن ما تزال الأمور خاضعة كما هو معلوم للمنظمة يعني للدول التي ما تزال تدعم الحوثي وترفض أن ينسحب البنك المركزي من يديه. طيب هذه القرارات أو هذه النقاشات التي تدور بداخل المنظمات الدولية هل هي ملزمة للحكومة اليمنية أم أن الحكومة اليمنية تنظر لها بنظرة استشارية؟ هي ليست منظمات أخي وإنما هي دول ما تزال تضغط باتجاه عدم سحب الأموال والبنك المركزي من تحت يد الحوثي وما زالت ترى فيه روم أن الحكومة وصلت شكاواها وسمعها العالم كله أن الحوثي بدأ الآن لا يلتزم لأنه ربما حصلت هناك كما سمعنا كثيرا هدنة اقتصادية عقدت في عمان بين رئيس الحكومة السابق والبنك المركزي وبحضور وزارة المالية أيضا الوزير الحالي على أن يلتزم الحوثي بسداد النفقات التي هي مبوبة وخاصة الباب الأول المرتبات والأجور لكن ذلك لم يحدث وبدأت المحافظات تشكو لذلك حتى قرار محافظة حضرموت قد ينظر إليه أنه من باب ليس فقط تحمسا لمحاصرة ميليشيا الحوثي والمخلوع وعدم إيصال إيرادات إليهم بل ينظر إليه أيضا من ناحية حاجة المحافظة للكثير من الموارد التي تحتاجها وخاصة في باب الرواتب والأجور عدن نفس مثل حضرموت الحديدة مثل حضرموت إذ مثل حضرموت لكن مثل ما ورد الآن أن وزارة المالية سارعت بإصدار توجيه ليقضي بإيقاف قرار محافظ حضرموت وعدم تحويله ربما هناك إشكالية من ناحية أن هذه الأموال والإيرادات لهذه المحافظة النفطية والغنية ستذهب لحساب معين في بنك مختلط وعام وحساب محافظة وليس إلى حساب مثلا البنك المركزي الذي تشرف عليه مثلا وزارة المالية البنك المركزي في عدن نعم وقد ربما تكون الإشكالية أيضا إشكالية من ناحية إجرائية ويعني قد تصل إلى الإضرار بالاقتصاد كلية طيب يعني إذا ما عدنا إلى خطوة الحكومة ب قرارها إبقاء الموارد المالية للمحافظات المحررة بتصرف الحكومة في عدن هل أنت مع هذه الخطوة أم لا؟ أي قرار يدعم الحكومة والشرعية لا يوجد يمني سواء اقتصادي أو سياسي أو مقاوم أو محارب أو ما شابه لا يدعم مثل هذا القرار طيب هو هل هو صحيح من الناحية الاقتصادية أستاذ محمد؟ قرار إبقاء الموارد تحت تصرف الحكومة نعم في المحافظات المحررة هذا قرار يعني الوزير رئيس الوزراء يعني ذكره أمام استشاريين كبار واقتصاديين وكلهم وافقوا على هذا القرار ولكن ربما لم يحن الوقت لقطع الموارد نهائيا عن ميليشيا الحوثي والمخلوع في صنعاء لكن أن تتصرف هناك الكثير من الموارد تتصرف بها السلطة المحلية بأوامر الحكومة يعني هي الفكرة أن ما جرى الآن أستاذ محمد هي الفكرة أن ما جرى الآن أن موارد المحافظات المحررة ستتوجه إلى حساب البنك المركزي أو حساب الحكومة في عدن ولكن موارد المحافظات التي بقيت أو ما تزال تحت سيطرة الحوثيين لا تزال ترسل هذه الأموال أو الإيرادات إلى البنك المركزي بصنعاء أليس كذلك؟ نعم هو لم يعلن عن ذلك حتى الآن أن المحافظة المحررة ستورده إلى البنك المركزي في عدن حسب علمي وما وصل إليه لا يوجد قرار بذلك ولا يوجد ولم يعلن عنه حتى الآن حتى وزير المالية في توجيهه بإيقاف قرار محافظ حضرموت نعم نعم لم يشر إلى أنه لا حولوا هذه الأموال من هذا الحساب الذي ذكره المحافظ لا تحولوها إليه ولكن حولوها إلى البنك المركزي في عدن ليست في ذلك حتى ولو مجرد إشارة ولو كانت هناك مجرد إشارة فمعنى ذلك أن الحكومة استجهت جديا
لتطلع البنك المركزي في عدن عن طيب صنعاء أو إذن تسحب الكثير من الموارد إلى عدن. إذن ما هي هذه الخطوات التي ستنفذها الحكومة لإبقاء موارد المحافظات المحررة تحت تصرفها؟ يعني هل لنا أن نفهم أكثر ما هي هذه الخطوات؟ الوزير رئيس الوزراء في بيانه بيان الشكوى الذي شكى فيه المجتمع الدولي لليمنيين وقال لهم الحكومة ليس بيدها شيء ولا تستطيع، في اليوم التالي مع مستشارين اقتصاديين وخبراء قال أنه لا يجب أن تعود الأموال إلى يد الحوثيين، ليست هناك إجراءات حتى الآن بهذا الخصوص، حتى أنه أشار إلى بيع نفط من جهة حضرموت لكنه لم يحدث شيء من ذلك حتى الآن. إذا ما تم توريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن فهذا يعني أن خطوة ما قد اتفق عليها ولم تعد هناك أي عوائق لا سياسية ولا اقتصادية لعودة لبقاء الأموال في البنك المركزي في عدن. لا توجد حتى الآن خطوات بهذا الشأن إلا إذا كانت يعني يتم التحضير لها بحيث تصل الكثير من الموارد إلى عدن. إذا الصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد الجمعي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد الناصر المودع من عمان المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير، أهلا بك أستاذ عبد الناصر. لو تحدثنا عن مسألة الهدنة الاقتصادية من ناحية سياسية، هل أثرت على مقدرة الحكومة في إدارة الأمور ويعني تعزيز سيطرتها على مقاليد السلطة في اليمن، ومنحت الميليشيا نوعا من النفوذ على أفراد الشعب اليمن؟ هذه الهدنة إن صح أن نقول أنها هدنة، هي كانت أمر واقع أكثر من كونها هدنة. كانت أجهزة السلطة جميعها في صنعاء، والبنك المركزي في صنعاء، وزارة المالية في صنعاء، والحكومة لم تنشئ أي أجهزة نظيرة لما هو موجود في صنعاء منذ أن فر الرئيس هادي من صنعاء، وحتى بعد أن تم تحرير المناطق جزء من المناطق اليمنية وأصبحت نظريا تحت سلطة السلطة الشرعية، لم تقم الحكومة بإنشاء أجهزة نظيرة، وبالتالي كان هذا الأمر أمر واقع أن استمر الحوثيون بالسيطرة على الجهاز المالي والإداري للدولة كون ليس هناك من أجهزة بديلة. في الوقت الحالي هناك عوائق جزء منها فنية. العائق الأول هو المكان أو الموقع الذي يفترض أن يكون مقر للحكومة المركزية أو للأجهزة البديلة والنظيرة، ليس هناك من مقر حقيقي، ويمكن أن يكون هو بمثابة العاصمة المؤقتة، لأن عدن لم تعد عاصمة مؤقتة بعد أن أصبحت تحت سيطرة القوى الانفصالية، ولم يعد معظم الشعب اليمني مرحب به في هذه المنطقة بما في ذلك الوزراء أو أي موظفين يمكن استخدامهم من المحافظات الشمالية. هذا الأمر يجعل عدن أنها لم تعد حتى عمليا لم تعد جزء من الجمهورية اليمنية. يعني أنت تتحدث عن الخطوات التي قامت بها السلطات الأمنية هناك والتي أثير الجدل حولها، أليس كذلك؟ يعني هذه الخطوات هي خطوات الهدف منها هو خلق أمر واقع انفصالي في الجنوب، والحجج الأمنية كانت حجج لسبب آخر، وبالتالي عدن لم تعد عاصمة. طيب هذا الأمر يعني قد يتفق أو يعني يختلف معه الكثيرون أستاذ عبد الناصر، لكن الأمر الآخر الذي قد أريد يعني التطرق إليه بشكل عام، كيف أثرت عدم أو يعني كيف من الممكن للحكومة الشرعية التي دخلت بمواجهة مع الانقلاب أن تترك أحد أبرز الوسائل أو أبرز الجبهات وهي الجبهة الاقتصادية بمعزل عن تحكمها وهي تحارب الانقلابيين خلال طول هذه الفترة؟ طبعا هذا هو أحد مظاهر الفشل في مواجهة الحوثيين، لأنه كيف تواجه طرف ورواتب جزء كبير من موظفيك وحتى جزء من جنودك يأتي من الخصم؟ يعني هذه كانت حالة غير طبيعية وحالة تشير إلى فشل هذه الحكومة. أنا أحب أن أشير هنا أن هناك حديث طويل عريض يتم حول تحويل أو إقامة مصرف مركزي آخر وإقامة سلطة مالية بديلة. هناك مشاكل إلى جانب المشكلة الأولى التي ذكرتها وهي مشكلة المكان والموقع. هناك مشكلة أن العوائد
العوائد من هذه المناطق هي عوائد ضئيلة جدا. من الكثير يتحدث عن جهل، لا يعرف الكثير أنه في ميزانية 2013 و2014 عندما كانت الأمور مستقرة كان عوائد محافظات المحافظات جميعها لا تزيد عن 10% من إجمالي النفقات العامة للحكومة، أقصد هنا إجمالي عوائد السلطة المحلية. أما من ضرائب وما شابه، من جميع الضرائب وكل الرسوم المحلية لم تكن تزيد عن 10%، وكانت أمانة صنعاء، الأمانة في صنعاء تستحوذ على حدود 30% من هذه العوائد، بمعنى أن جميع المحافظات بما فيها المحافظات التي تعتبر غنية مثل تعز وإب والحديدة وعدن وحضرموت، كل هذه المحافظات لم تكن تساهم إلا بما يساوي 5 أو 6% من إجمالي النفقات العامة. وبالتالي هذه المحافظات لو الآن في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة والإدارية الصعبة، حتى على افتراض أنه تم تحويل جميع إيراداتها، وأقصد هنا حضرموت ومارب والجوف وعدن وغيرها من المحافظات في الجنوب، لو تم تحويل جميع مبالغها إلى حساب خاص بالحكومة، هذه المبالغ لا تتعدى 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار. إذا استبعدنا العوائد النفطية، العوائد النفطية هي الوحيدة التي بإمكانها أن ترفد الخزينة العامة بأموال حقيقية، ولكن هذه العوائد النفطية هناك عوائق كثيرة. طيب دعنا في هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد الناصر، نتوجه بالسؤال إلى ضيفنا الذي انضم إلينا الآن، عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، ما الذي يعيق الحكومة عن بيع المخزون النفطي الذي يتواجد لديها، وعن أيضا طلب من الشركات لاستئناف عملية استخراجه وبيعه كما كان في السابق قبل بداية الانقلاب؟ العوائق الأساسية كانت لبيع النفط أو كان لبيع الغاز أو كان لنقل البنك المركزي هي الضغوطات الدولية، وبالذات ضغوطات السفير الأمريكي الذي كان يصرح من قبل عام من هذا التوقيت على رفض نقل البنك المركزي وكذلك بيع النفط والغاز إلا بحيث يكون إلى البنك المركزي. هذه العائق الأول. هناك عوائق فنية، وهي العائق عدم وجود بنك مركزي. إذا وجد بنك مركزي في عدن سيتم تحويل الجانب المالي إليه، لأنه غرفة المقاصة الدولية تريد أن يكون هناك حساب معروف بنك مركزي من أجل تحويل، خوفا من الفساد، خوفا من أن يذهب إلى مجالات غير شرعية ومجالات فاسدة، لأن هناك اتفاقيات لمحاربة الفساد. الإجراءات الفنية وكذلك الإجراءات القانونية لم تكتمل. هذا عدم الاكتمال هو كان من ناحية محلية أو داخلية، كان بسبب الخوف من الانفصال. كانت هناك حتى داخل مجلس الوزراء كان يرى، وأغلبيته كان يخافون بأنه إنشاء بنك مركزي وتحويل المالية إلى عدن سوف يسمح بالانفصال. بعد أن تلاشت هذه العملية، بعد أن تحقق بأنه الانفصال لن يتم وأنه نحن نسير نحو الدولة الاتحادية، الآن لم تبقى هناك إلا المعوقات الفنية. هذه المعوقات الفنية هي أولا البيانات وزارة الخدمة المدنية، بيانات وزارة المالية، وكذلك بيانات البنك المركزي، وكذلك الجانب الاتصالات كانت عائق من العوائق. الآن موضوع الاتصالات تم حله، موضوع البيانات ممكن حله بكل سهولة، يعني ممكن الحصول على البيانات من وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة المالية وكذلك من البنك المركزي، وبالتالي الآن أصبحت القضية النقل للبنك المركزي ملحة لأسباب كانت فنية. البنك المركزي الآن عمليا أفلس ويجب أن نضع حلول، هذا واحد. ثانيا أنه حتى وإن تم تحرير صنعاء فإنه هذه ميليشيا سوف تنسحب إلى الجبال وسوف تظل تضغط وسوف يتحول وسيتكون لدينا حزب الله في اليمن، وبالتالي من أجل أن نبعد أو أن نسحب هذه الورقة من الميليشيا يجب أن ننقل البنك المركزي إلى عدن وإلى المعرب أو إلى حضرموت،
من أجل لا يستطيع حزب الله حق اليمن، حزب الله اليمن أو الميليشيا الأنصار الله أن تضغط على الحكومة وأن تجعلها معتقلة داخل صنعاء. يعني العملية عملية سياسية، العملية عملية اقتصادية، العملية عملية أيضا عسكرية. يجب طيب. أن لا نتردد في هذه الثغرة. نعم. والحديث عن الإيرادات المحلية، الإيرادات المحلية كانت في السابق غير موجودة، يعني هو تم تخصيص إيرادات قليلة جدا للمحليات ولهذا فهي قليلة، لكن الإيرادات من المناطق كلها سوف تكون إيرادات عالية. نحن نعرف أن هناك مركزية للشركات، كل الشركات التي تمول مثلا شركات الاتصالات التي تأتي منها الجزء الكبير من الإيرادات الضرائب ومن ضريبة المبيعات هي موجودة في صنعاء، لكن هذه الإيرادات ممكن أن يتم توزيعها وسحبها من الداخل. أنت الآن سلطة شرعية بحاجة إلى إيرادات، هذا واحد. ثانيا أن البنك المركزي أفلس، السلطة في سلطة الأمر الواقع في صنعاء أفلست، لا يجب أن تضع حلول، ثم إن المستقبل أيضا يفرض عليك ذلك. وبالتالي التردد أو التخوف من نقل البنك المركزي هو غير مبرر، لأن الواقع يفرض عليك ذلك ما لم سوف يبقى الناس كما هم حالهم الآن في عدن، عدد كبير من المؤسسات لم تسلم رواتبها، وبالتالي يجب أن تضع حل. ما هو هذا الحل؟ هو أن تنقل الإيرادات إلى البنك الأهلي اليمني مؤقتا ثم إلى البنك المركزي بعد أن يتم إنشاؤه. حل المسألة الدولية، موضوع مؤسسة أو هيئة المقاصة الدولية يمكن أن تحل مع المدى، عندما تنشئ أنت بنك مركزي أو تنشئ حساب رسمي شرعي وتصدره بقانون سوف يتم تحويل الأموال الخارجية إلى هذا الحساب. طيب. يعني المشكلة لم تعد الآن موضوع تفكير، الآن يفترض اتخاذ إجراءات، الآن عملية الإجراءات قد تمت ويجب أن نستمر فيها ويجب أن ننفذها. طيب. لا مجال للتراجع. يعني ربما هناك الكثير من التخوفات أستاذ دكتور محمد. دعني أنتقل إلى أو أعود إلى أستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، يعني في حال دخلت الحكومة إلى صنعاء لكن بعد فوات الأوان وبعد أن تنعدم السيولة بيد البنك المركزي هناك، ما الذي ستكون قادرة عليه الحكومة إزاء هذا الوضع الاقتصادي وإزاء هذا التخوف من المجتمع الدولي حتى بخصوص هذا الملف؟ أنا لا، إذا وصلوا إلى صنعاء هناك ليس هناك من مشكلة في توفر السيولة. حاليا المشكلة في انعدام الإيرادات، الإيرادات كانت تأتي معظمها من النفط والغاز، هذا القطاع وهو القطاع الرئيسي والمورد الرئيسي للدولة اليمنية، جزء كبير منه لم يعد يعمل، معظم الشركات الأجنبية غادرت اليمن والشركات المحلية حاليا لا تستطيع الإنتاج بطاقتها القصوى، وأقصد هنا شركة صافر، لأن إنتاج هذه الشركة يمر عبر أنابيب تصب في البحر الأحمر، وهذه المنطقة مسيطر عليها من الحوثيين، وبالتالي لا يمكن أن يتم إنتاج النفط في هذه المنطقة. منطقة حضرموت هناك مشاكل فنية كثيرة، ولم تتمكن الشركات العاملة في حضرموت المحلية من أن تستأنف إنتاجها، وهناك أيضا مشاكل فنية جديدة ظهرت وهي مشاكل لمن العوائد، هناك خلاف على العوائد، هناك كما تعرف وربما قد ذكر في أكثر من مناسبة ما يقارب 3 مليون برميل مخزنة في ميناء الضبة في المكلا، لم تستطع الحكومة أن تتصرف بها لخلافات، لا زالت خلافات كثيرة بين السلطة المحلية في حضرموت ورئاسة الوزراء، والبعض يريد حصة من هذه الموارد للمحافظة ولا يريد أن يرسلها إلى محافظات أخرى. إذن هناك مشاكل كثيرة، ليست المشكلة فقط في انعدام السيولة، يمكن توفرها في حال كان هناك موارد من العملة الصعبة، يمكن توفرها بطباعة عملة جديدة وإنزالها إلى السوق بكل سهولة إن كان لديك غطاء كافي. وفي حال وصلت الحكومة إلى صنعاء وأصبحت هي المسيطرة، في هذه الحالة ليس هناك مشكلة لتوفر السيولة، ولكن في
في الوقت الحالي إنشاء جهاز مصرفي بديل أو كبنك مركزي أو حساب آخر أمامه عقبات كثيرة، جزء كبير منها عقبات سياسية وفنية وموضوعية ليس من السهل حلها كما يتصور البعض. يعني من الواضح أستاذ عبد الناصر أن هناك قرار لربما صعب يجب اتخاذه، سواء يعني عمل بنك مركزي أو إنشاء بنك مركزي في عدن أو بعدم تحويل موارد المحافظات المحررة، وكذلك البدء ببيع المشتقات النفطية وما شابه وتحويل حساباتها إلى داخل البنك، حسابات الحكومة في عدن. في دقيقة واحدة، من هو القادر أو هل هناك قدرة لدى أي من يعني المتحكمين بالسلطة الشرعية سواء رئيس الوزراء أو رئاسة الدولة على اتخاذ مثل هكذا قرار في ظل هذا الوضع وظل الضغوطات الدولية المتواجدة؟ من خبرتنا مع هذه السلطة الهشة والضعيفة لا يمكن توقع أن هذه السلطة قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات، ليس بإمكانها، هي عاجزة، لديها قصور ذاتي، إضافة إلى أن فريقها يشوبه الفساد وعدم الكفاءة، وبالتالي لا يمكن توقع أن تصدر عن هذه الحكومة قرارات بهذا الشكل. وهذه القرارات كما ذكرت لك ليست سهلة وتحتاج إلى كفاءة استثنائية، بينما هذه السلطة ليس لديها كفاءة حتى عادية. وبالتالي علينا أن لا نتوقع أي حلول في المدى المنظور على الأقل. ستتفاقم الأزمة، أكانت هذه الأزمة في المناطق التابعة للسلطة أو المناطق التي هي خاضعة للحوثيين، ستتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل كبير جدا في المستقبل المنظور لسوء حظنا وحظ الجميع في اليمن. المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الدكتور محمد حلبوب. دكتور، يعني وسط هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وسط هذه الحاجة إلى القرارات الجريئة، وسط هذه الضغوط الدولية، ما الذي يمكن فعله لتجاوز هذه الكبوة التي يعيشها اليمنيون وإعادة الأمل للملف الاقتصادي؟ ليس أمامنا سوى اتخاذ هذه القرارات. أنا قد أتفق مع الأستاذ عبد الناصر المودع في أنه كفاءة العناصر الموجودة في السلطة الشرعية ليست كاملة لعدم وجود أجهزة، لا يوجد لديها جهاز متكامل، أما كفاءات فردية متوفرة ولكن الجهاز غير متوفر. هذا الجهاز يجب بناءه على أساس بشكل مصغر، واتخاذ هذه القرارات هي قرارات مصيرية، إذا لم يتم اتخاذها فسوف نقع كم بالمحذور الذي حذر منه الأستاذ عبد الناصر المودع، وهو صحيح أنه إذا لم يتخذ نقل البنك المركزي إلى عدن أو إعطاء البنك الأهلي اليمني جزء من صلاحيات البنك المركزي فإننا سوف نواجه مشكلة كبيرة، سوف تنعدم أو تنقطع الرواتب على أجزاء كبيرة، لكن ألا يحمل اليمن سوف تتعقد أكثر مشكلة الكهرباء، سوف تتعقد أكثر مشكلة المياه، سوف تحصل مشكلة التعليم، مشكلة الصحة، وهذه مخاطر كبيرة. هي أقل اتخاذ قرار بنقل البنك المركزي هو قرار استراتيجي سوف يكون له فوائد كثيرة. أولا فوائد سياسية، هي الضغط على الحوثيين بعد حتى حل المشكلة والاتفاق بالكويت، بعدها كيف ستضغط على الحوثيين من أجل تسليم السلاح الثقيل من خلال هذه القضية، أنك نقلت عنهم الأموال، نقلت عنهم وزارة المالية، نقلت عنهم وزارة الخدمة المدنية، وبالتالي لا يستطيعون توظيفات جديدة ولا يستطيعون صرف أموال جديدة. طيب يعني أنت تستطيع الحصول على ضمانات. نعم، هذه الإصدار أو إنشاء البنك المركزي هو إحدى الضمانات لفرض الاتفاقات التي سوف يتم الاتفاق عليها. طيب دكتور، أنت اقترحت أنه مؤقتا حل المشكلة الاقتصادية، نحن الآن البنك المركزي في صنعاء أفلس، هذه هي القضية. طيب أنت دكتور اقترحت أن يعني يتم تحويل الأموال يعني مرحليا إلى البنك الأهلي اليمني، هل هناك خطورة من نوع ما في هذه الخطوة؟
لا توجد أي خطورة سوى بعض الأوهام في رؤوس بعض الذين يحبون الوحدة إلى درجة القتل، يريدون أن يقتلون الشرعية من خلال حبهم للوحدة. الحب هذا هو لا. حب قاتل، ومن الحب ما قتل. نحن الآن أمامنا مشكلة كبيرة، ليست هناك أي إمكانية للانفصال. يجب أن تذهب من عقول كل من هو في الرياض أو من هم في صنعاء فكرة أن هناك إمكانية للانفصال. الآن ما تم تحريره ويحكمه الحراك هو فقط 4 محافظات لا توجد لديها إيرادات كافية حتى لإطعام سكانها، وبالتالي فكرة الانفصال وهو التخوف الأكبر، التخوف السياسي الأكبر غير موجود ويجب أن يبعد. نعم دكتور. نحن الآن أمام مشكلة فنية، البنك المركزي أشكرك. الآن أفلس في صنعاء، لا يستطيع أن يؤدي دوره بشكل كامل بسبب وجود الميليشيات. نعم. يجب على الحكومة أن تضع حل. أشكرك دكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا، كنت معنا عبر الهاتف، وأشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إلى حين الملتقى مشاهدينا، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.